ده يو اس بي بلوتوث دونجل اللي هو عبارة عن زي ما انتم شايفين كده عامل زي الفلاشة بس هو بلوتوث يو اس بي تمام، هيركب في الكاسيت بتاع السيارة عشان يحول الكاسيت لبلوتوث. هنفتحه مع بعض كده ونشوف كده مدى الاستجابة بتاعته وسرعته برضو في الشغل والعمل اهو. طبعا بعد ما فتحته شايفين شكلها زي الفلاشة بالظبط بس هو بلوتوث كيف ايه يو اس بي. هنفتحه كده، خلي الفوضى ده هنا في نفس مكان المدخل اليو اس بي اللي في الكاسيت تمام. بنركب ديت خلاص، بص بدأت هي تنور وهنبدأ نحول الكاسيت يو اس بي خلاص. هي كده اشتغلت زي ما انتم شايفين كده عماله تنور ازرق اهي كده. ده بقى هي في مرحله بحث، بيبحث عن اي جهاز او اي موبايل اي جوال يتصل عليه بحيث ان هو يقرا منه او يستقبل منه اي موسيقى اي مقاطع صوتيه او حتى استقبال مكالمات تليفون ممكن تستقبلها خلاص على الكاسيت بتاع السياره. طيب هنوصله كده ونشوف ايه الاخبار التوصيل بتاعه.